تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خالد فطوطه لو يوم ما جابش سيره النادي الاهلي ممكن يجرى له حاجه، ممكن يحصل له شيء، ممكن يعني نفسيته ما تبقاش مرتاحه، او والله هو سكريبت بيتقال وبيتوزع وبيتطبع، انت تقول كذا يا خالد النهارده، انت تقول كذا يا ايهاب فرخه النهارده، انت تقول كذا يا شكوكو عبد الشكور، انت تقول كذا يا ابو لمعه الجرجير، انت تقول كذا يا صلعاوي، انت تقول كذا يا كريمه ام حسين، وسكريبت بيتوزع. كل هدفهم سقوط النادي الاهلي، لو ما عرفتش توقع النادي الاهلي شكك في النادي الاهلي، قول اخبار مغلوطه في النادي الاهلي، وبين ان انت الاعلام المثالي اللي يعني بتحب الروح الرياضيه والروح المعدنيه والروح الوطنيه، وانك بتبين نفسك ان انت راجل قلبك على مصر وقلبك على الوطن وقلبك على نادي الزمالك، فانت بتبين الحقايق وبتشكك في النادي اللي قصادك علشان توقع النادي اللي قصادك. عندك مشاكل وعندك مصايب وعندك كوارث وعندك اصابات، لا سيب ده كله واتكلم في النادي الاهلي، اتكلم في كابتن الخطيب، لقح كلام على الكابتن الخطيب، لقح كلام على اداره النادي الاهلي، لقح كلام على كهربا. خالد الغندور طلع بالامس واتكلم فيه، ازاي تقول يعني ايه تقول انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم، ايه يعني ما انتوا بتاخدوا لعيبه من نادي الزمالك وبتلفوا حوالين اللاعب، وخدتوا المدرب بتاع السله، وخدتوا مش عارف مين، وخدتوا مين، يعني المبادئ بتاعت النادي الاهلي وقفت بس على الاربع لعيبه اللي جبناهم من فريق الطايره، طب ادينا كسبناكم، وادينا مش عارف عملنا ايه، وادينا وادينا وادينا، مش كده وبس. لا يشكك في خبير لوائح، طلع وقال كلام مهم جدا مع مهيب عبد الهادي، واحنا نزلنا لكم الفيديو بتاعه لما قال ان كهربا خلاص الايقاف بتاعه هينتهي، واللوائح بتقول ان اللاعب لو ما سددش نادي الزمالك هيشتكي، عبال ما يشتكي وعبال ما لجنه الكاس او الاتحاد الدولي في الفيفا ياخد قرار يكون عداله شهرين، يكون كهربا عمل يعني معارضه على الخبر، هيتم اللاعب ان هو يلعب وهيتتقسط الغرامه او ما يدفعش الغرامه او الى اخره، بس احنا عايزين نخلص من هوسه كهربا ومن هوسه نادي الزمالك عشان مش هيلاقوا محتوى يتكلموا فيه، يعني هو لو اتكلموا ده هم دلوقتي ما بيجيبوش مشاهدات، ما بالك لو اتكلموا عن ناديهم مش هيجيبوا حد خالص، لان الزمالك حجمه في مصر قد ايه يا اخوانا؟ 3 4 5 6 مليون زملكاوي، مش هتلاقي اكتر من كده. والدليل على كلامي ان كل الرعاة بيجروا على النادي الاهلي، كل الرعاة بيجروا على النادي الاهلي، لان يعني في احصائيات بعدد الجماهير، وفي ناس بتطلع بتعمل زي ايه احصاء لعدد الجماهير في مصر، مصر كام مليون؟ مصر 125 مليون او 130 مليون، من ضمنهم 90 او 95 مليون اهلاوي، والباقي انديه اخرى، وفي 5 6 مليون لنادي الزمالك بكتير. ف خالد الغندور لو ما جابش سيره النادي الاهلي يجرى له حاجه ويحصل له ضغينه، انما يلقح بالكلام على الكابتن الخطيب، يلقح بالكلام على اداره النادي الاهلي، يلقح بالكلام على واحد كبير لوايح. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف خالد فطوطه قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان هنرد عليه نقطه نقطه وجزئيه جزئيه. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف كابتن خالد فطوطه قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. الطائره اللي تم تدعيمه باكتر من لاعبه، منهم اكتر من لاعيبه من النادي الاهلي، راح يلعب مباراة في الكرة الطائرة، وكانت دي المباراة الأولى ما بينهم بعد انتقال بعض اللعيبة اللي استطاع أحمد مرتضى منصور إنه يتعاقد معاهم من فريق النادي الأهلي. واستطاع النادي الأهلي على أرضه ووسط جماهيره في تواجد مجلس الإدارة وتواجد بعض يعني الإعلاميين أو لعيبة الكرة القدامى أو 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 ان هم يفوزوا على الزمالك 3-1، وده عادي جدا، مبروك للاهلي وعرض لك للزمالك. ولكن انا عايز القي الضوء على احد اعضاء مجلس الاداره وعلى ايضا لاعب كره سابق بيعمل في المنظومه الاعلاميه. انا مش عايز اجيب اسامي الناس لان انا مش عايز الناس تفهم ان احنا بنهاجم او بنشخصن او الموقف شخصي، لا، احنا
احنا بنقول سين من الناس. ما ينفعش يا جماعه، وده انا بقوله لوجه الله، ما ينفعش الاقي لعيب كره سابق منزل بعد فوز الاهلي على الزمالك في الكره الطائره وانتقال 4 لعيبه من الزمالك للاهلي، يعني انه يقول يعني والله انا زعلان عليكم مش زعلان منكم، وعضو مجلس الاداره يقول انتصرت القيم والمبادئ على هؤلاء اللاعبين وكلام من هذا القبيل. يا جماعه يعني ايه قيم ومبادئ؟ انا ما بقتش فاهم يعني ايه، يعني ايه عضو مجلس اداره يقول لك قيم ومبادئ عشان فريق النادي الاهلي انتصر على الزمالك بعد انتقال 3 4 لعيبه من الاهلي للزمالك؟ يعني ايه القيم والمبادئ يا جماعه؟ طب ما هو النادي الاهلي على مر تاريخه، ما هو لسه واخد اجوستي مدرب الزمالك، ولسه واخد اولتو الهوجي لاعب الزمالك السابق، ولسه واخد لعيب مش فاكر اسمه يا جماعه كان اسمه محمد ايه اللي كان بيلعب في الكره الطايره عندنا وكان من ناشئي الكره الطايره عندنا وراح واغراب المال وراح النادي الاهلي. يعني ايه القصه؟ يعني ما النادي الاهلي ياما خد 20 30 لاعب من الاسماعيلي. يعني هل الاسماعيلي يطلع بيان ويقول لك انتصرت القيم والمبادئ؟ يعني ايه الانتصار في القيم والمبادئ في احنا بنشتغل في عالم احترافي دلوقتي، وعالم الاحتراف اللي مبني على الاستثمار وعلى الفلوس. والله رمضان صبحي عايز يقعد معاك وانت اديته عقد كويس كان بها، مش عايز يقعد معاك واحمد محسن ولا محمد محسن اللي هو لاعب كره الطايره، ومش عايز يقعد معاك ويروح نادي تاني ما يروح. القرار سواء غلط او صح بيعود على اللاعب، لان احنا اتفقنا ان دايما الانديه ما بتخسرش، الانديه اللاعب هو اللي بيخسر، قراره هو اللي بيتحمله. فرمضان عبد الله السعيد لما انتهت عقوده مع النادي الاهلي وانتقل للزمالك في الوقت الصح، الوقت 6 شهور اللي هو يمضي في اي نادي، ايه اللي حصل؟ والقيم والخيانه وعبد الله ونمضيه ونمدده وتعالى نعلمك الادب ونمشيك وبقول لك تاني يوم يمضي امشي، يعني ايه ده؟ يا جماعه ده هو احنا مش احتراف؟ هو الاحتراف ده حلال اما انا مثلا اجيب لعيب من الاسماعيلي او اجيب لعيب من الزمالك او اجيب اينو او اجيب مؤمن زكريا او اجيب او ربنا يشفيه ويعافيه او اجيب اي حد او اجيب اوجاستي او اجيب معرفش ايه بعد انتهاء تعاقده او ده حلال وده احتراف وده عادي؟ وبعد كده سبحان الله بعد ايام قليله يجي الزمالك امبارح يكسب نفس الفريق اللي كسبه 3-1 في الكره الطائره، يكسب 3-1 ويشوف التعامل والرقي بقى لما يجي مجلس الاداره بكل حب واحترام يقابله المستشار مرتضى منصور والاستاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره ومجلس الاداره ويتعاملوا بكل رقي واحترام، وده اللي احنا عايزينه الفتره اللي جايه. بل كمان يخش رئيس نادي الزمالك ويقول ان مجلس اداره الاهلي لو طلب لتقسيط المبلغ بتاع كهرباء هنشوف الموضوع وكلام من هذا القبيل. وبالتالي يعني هل بقى انا مثلا انا راجل زي لعيب سابق في الزمالك اطلع مثلا بعد ماتش امبارح واقول انتصرت القيم والمبادئ واجيب صوره لماتش الزمالك والاهلي؟ هل ده بيقلل التعصب ولا بيزيده؟ هل طب ايه شكل العضو مجلس الاداره او شكل على فكره فريق الزمالك هو المتصدر دلوقتي، متصدر مجموعته يعني في الكره الطاهره، يعني طب ايه شكلهم دلوقتي بعد ما قالوا انتصرت القيم والمبادئ؟ يعني هل امبارح بعد فوز الزمالك على الاهلي في الكره الطائره وقعت القيم والمبادئ؟ خسروا القيم والمبادئ؟ هل ممكن لعيبه الزمالك اللي بيلعبوا دلوقتي واللي كانوا بيلعبوا في الاهلي ينزلوا صوره ويقولوا انتصرنا امبارح على القيم والمبادئ؟ يا جماعه احنا اللي بنقعد نقفر المواضيع ونقعد نكبر المواضيع. ويمكن كان من اسبوع كان معايا الزميل اعتقد ايهاب الفولي اللي هيكون موجود معايا النهارده وجبنا صوره فرحه مجلس الاداره الرهيبه بفوز لعيبه الطايره على لعيبه الطايره سيدات. طبعا احنا زمان ما كناش بنهتم بكره السيدات ولا بنقعد نتكلم فيها ولا نقول حاجه، بس خلاص بقى اهتمام كان الند بالند وكانه نوع من التحدي وازاي تاخد مني لعيبه وانا انتصر عليك بعد ما خدت مني لعيبه وكلام من هذا القبيل. هيبقى انتقال اللاعبين وارد لان احنا بقينا في عالم الاحتراف وبقينا طبيعي ومنطقي ان هتلاقي لعيبه من الزمالك راحت الاهلي ولعيبه من الاهلي راحت الزمالك بعد عقودهم ما بتنتهي، وكل واحد بيختار مستقبله وكل واحد بيختار العقد اللي يناسبه. انت عندك واحد بيمضي تعاقد معاك بيبتدي في 2020 ينتهي 2023، من حقه في 2023 يروح الحته اللي هو عايزها
بدون بقى فكرة تصدير الخيانة، تصدير القيم، تصدير المبادئ. كل واحد حر في مستقبله، وكل واحد حر ان هو يختار طريقه، والطريق ده هو اللي بيتحمله سواء بالصح او الغلط، يعني سواء كان قراره سليم او قراره غير سليم. وده اللي عايزين يودينا لفكرة ان احنا عايزين يا جماعة نبتدي نسوق كاعلاميين لفكرة مش دايما لازم تكون موجود في الزمالك والاهلي عشان تتنجم، وعشان نبتدي نصدر لعبتنا لبره، نبتدي ما نغريش لعبتنا بالمال الزائد عن الحد للعيبة ممكن ما بتعتقش نفس العطاء اللي بياخدوه ماليا. وبالتالي احنا لازم نصدر لعيبة لبره مصر، نبتدي نصدر. نفسي اشوف مصر ب 110 مليون واحد وناس عاشقة لكرة القدم، نفسي الاقي من 110 مليون 100 محترف، من 110 مليون 100 محترف. هل الموضوع ده صعب؟ ومش لازم تكون محترف في كلاس A يعني في اكبر الانديه، لا، روح احترف في الدرجه الثانيه، واحترف في الدرجه الاولى، واحترف في طيب عايزين نروح كمان لقضيه مهمه جدا. يمكن انا بشوف ناس كتير قوي بيتداولوا القصه مره واثنين وثلاثه، وهي قصه كهربا. كهرباء يا جماعة، ومرة واثنين وثلاثة، لاني بقول بشوف ناس كتير قوي يقول لك انت مالك بكهرباء، وناس مش عارفة ان كهرباء علاقتنا بيه دلوقتي مرتبطة بقضية، والقضية ده تم الحكم فيها، والزمالك بقاله شهور بينتظر دفع المبلغ المالي اللي على كهرباء واللي وصل لاكتر من 70 مليون جنيه. عايز بس ادي نصيحة لبعض الزملاء الاعلاميين وبعض الناس اللي بيتكلموا في هذه القضية وبيطلعوا على القنوات الإعلامية ويقولوا وجهة نظرهم وآرائهم، وبنسمع كتير. القضايا يا جماعة ما بتنتهيش في التلفزيونات، والقضايا والخبراء الخبراء يقول لك خبير في مش عارف ايه وخبير في ايه، خبراء بقوا كتير قوي 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 بيقول وجهه نظره ورايه، وللاسف البعض بياخد وجهه نظر شخص مشجع او منتمي ويتقال عليه خبير، ان ده يعني الراي الصواب وان ده اللي هيتحقق الفتره اللي جايه. سمعنا كتير ان الاتحاد الدولي هيسمح، مكتوب كده يعني، الاتحاد الدولي هيسمح لكهربا انه يلعب في يناير، وانه هيدفع نص الفلوس، بل كمان في ناس زادت وقالت ان الوقف هينتهي في شهر يناير، ومن حق كهربا انه يلعب حتى لو ما دفعش الفلوس. وبيقولوا ان هم خدوا اذن من قبل المحامي بتاع كهربا من قبل الاتحاد الدولي، ورغم طبعا الناس اللي بتفهم ان الاتحاد الدولي ليس له علاقة بالقضية تماما، وان القضية دي الاتحاد الدولي بيتخذ قرار، بيلجأوا للمحكمة الرياضية الدولية وهي محكمة الكاس، وهي من خلال هذه المحكمة اللي بيكون لها درجات التقاضي، وحصل أكتر من درجة تقاضي. درجة التقاضي الأولى كهربا أصبح مدان وأصبح هاربا، وثم استأنف كهربا وبحكم نهائي بات يا جماعة، وعلى هذا على أساس هذا الحكم تم إيقاف كهربا 6 شهور لحين دفع الفلوس اللي عليه. والكلام ده كان من شهر يوليو اللي فات. نفاجأ بالناس دلوقتي بتقعد تألف كلام من وجهة نظرها، وتدخل الاتحاد الدولي اللي هو سلطته ليس له سلطة على محكمة الرياضية الدولية او محكمة الكاس، اللي ما بتتخذ ذلك لجأ لعائلة اجوجو، والاجوجو نفسه ربنا يرحمه يا رب، وان هم يقسطوا المبلغ، وتم الموافقة على كده. قبل كده في اكثر من قضية كانت على الزمالك، وكان لابد من التواصل مع صاحب الحق اللي هو اللاعب عشان يتم الفصل في الموضوع. بل كمان ازيدكم من الشعر بيت، نادي الزمالك لما تم ايقاف القيد بالنسبه له صيف وشتاء، كان الزمالك تواصل مع الاكاديميه الكاميرونيه اللي كان مضالها حسام اشرف، ودفع الفلوس للاكاديميه الكاميرونيه، ولكن ده ما خلاش برضو المحكمة الرياضية الدولية انها توافق وتشيل الايقاف حتى لو في الشتاء على نادي الزمالك، ولكن اصرت على الابقاء على الايقاف رغم ان الزمالك دفع الفلوس كمان يعني. وبالتالي انا مش عارف، وده ده احتراما
للجماهير المصريه بما فيهم جماهير النادي الاهلي. يعني جماهير النادي الاهلي يعني هنا من قناه الزمالك للاسف البعض بيلعب على مشاعر بعض الناس وكانه نوع من التحدي بين الزمالك والاهلي، وان كده كده كهربا من غير ما يدفع هيقدر يلعب، وان كهربا لو دفع نص الفلوس، مع ان القرار يا جماعه ويا ريت حد يجيب لي انا جبته قبل كده على الشاشه لو عندكم، القرار سهل جدا وترجمته سهله جدا جدا جدا. ويمكن انا دخلت الزميل الاعلامي والصحفي الكبير اللي عايش في الامارات او في دبي معتز الشامي، واتكلمنا في هذه القضيه وشرحنا تفاصيل البنود كلها وحيثيات الحكم على كهربا، واللي اكدت ان كهربا هو المتحمل المبلغ بالكامل، وان المبلغ لابد ان يدفع بالدولار، يعني اما تيجي تدفع لي بالدولار مش هتدفع بالمصري، وان كهربا مش هيدفع نص الفلوس، وان كهربا موقوف الى حين دفع الفلوس، وطالما انت ما دفعتش الفلوس الزمالك هيستأنف وهيروح وهيأكد للمحكمة الرياضية الدولية ان رغم ايقاف كهربا 6 شهور ورغم كل ده لغاية دلوقتي ما دفعش ولا جنيه، فهيطلع قرار جديد من المحكمة الرياضية او لجنة الانضباط ضد كهربا لانه لم يدفع الفلوس رغم مرور 6 شهور، كان مدينه الاول 45 يوم، في خلال ال 45 يوم دول كهربا لو دفع الفلوس خلاص كل حاجه تمام ومفيش ايقاف ويقدر يلعب. عدوا ال 45 يوم، بعد ما عدوا ال 45 يوم ولقوا ان كهربا ما دفعش ونادي الزمالك بعت وقال ان كهربا ما دفعش، تم ايقاف كهربا 6 شهور، وقالوا في خلال ال 6 شهور دول لازم يدفع الفلوس. كهربا في خلاص على بعد تقريبا ايام، ولو ما دفعش الفلوس هيطلع ايقاف جديد على كهربا لانه ما دفعش الفلوس. فبالتالي الناس اللي بتقعد تضحك على الناس، وللاسف بعض زمايلنا الاعلاميين بيدخلوا بعض الناس على اساس ان هم خبراء، وهم اساسا على السوشيال ميديا مشجعين، والبعض بياخد بارائهم للأسف كمان البعض الإعلاميين اللي مش حابين نادي الزمالك أو ضد رئيس نادي الزمالك أو ضد مشاه مرتضى منصور بيبتدوا يطلعوا أخبار ويأكدوها كأنها نوع من كأنهم هم أصبحوا هم المحكمة، يعني هم اللي بيطلعوا الحكم وهم اللي بيفسروا الحكم وهم اللي هيشوفوا الحكم في مصلحة مين الأهلي ويعملوه. حاجة تضحك يعني، وحاجة للأسف، وناس بتبص تحت رجليها. ولكن للأسف الناس دي كمان اللي بتطلع هذه الاخبار ما بيكسفوش، او حتى ما يكون الخبر اللي طلعوه على ارض الواقع ما بيتحققش تماما وبيكون عكس تماما اللي قالوه، عمرهم ما بيطلعوا يعتذروا للمشاهد او المتلقي، عمرهم ما بيعتذروا، خلاص عدت مش مشكلة، لكن في وقتها انا هقول اللي انا عايزه، حتى لو اللي انا بقوله ده كذب، حتى لو انا اقوله ده بستفز جماهير على حساب جماهير، حتى لو اللي انا اقوله ده هيبقى ترند دلوقتي وبعد كده هطلع كذاب، هطلع بقول اي كلام، هطلع مصادري ومعلوماتي. يعني يا جماعه سهل جدا سهل جدا ان انا اخد حيثيات الحكم وترجمها، الموضوع مش صعب يا جماعه، الموضوع مش صعب خالص. وبالتالي احنا دلوقتي يعني يمكن كان من فتره في غضاضه وان احنا ضد كهربا واللي عمله وازاي يهرب من الزمالك وازاي يروح كوبري وازاي يرجع والقصه والحكايه والروايه، الموضوع ده انتهى بالنسبه للزملكاويه. كهربا يا جماعه بقاله سنتين بعيد عن نادي الزمالك، صح؟ سنتين ولا لا يا جماعه؟ من سنتين صح؟ تخيلوا يا جماعه السنتين اللي كهربا بعيدهم، الزمالك خد سنتين ورا بعض دوري. يعني السنتين اللي كهربا بعيدهم الزمالك خد سنتين ورا بعض دوري وخد كاس مصر بالاحتواء يا كابتن. قبل ما يمشي كهربا كنا خدنا الكونفدراليه وكهربا كان نجم من نجوم الكونفدراليه. بجنش لما كان رايد في المرمى بالكوره يا كابتن، جنش كان رايد بالكوره جوه المرمى يا كابتن وخد الكونفدراليه بالاحتواء برضه يا كابتن. كان بيلعب في منتخب مصر، هو اختار طريقه وانا مش ضد اي حد يختار طريقه، لكن كل واحد بيتحمل نتيجة قراراته، هو بيتحمل نتيجة قراراته دلوقتي، ولو رجع بيه الزمن عمره ما هيعمل اللي عمله ده، لانه ضيع نفسه وضيع مستقبله وضيع سنين من عمره مش هترجع تاني، ما قدرش يلعب فيها كورة. لغاية دلوقتي المبلغ هلامي والمبلغ كبير والمبلغ صعب انه يدفع كاش، فسيبكم يا جماعة من كل الافلام دي، الحل الوحيد
اللي ممكن يعني يبتدي يبقى فيه كلام ان كهربا يرجع، ان رئيس نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور يوافق على تقسيط المبلغ، انه يوافق على انه يقسط مبلغ كهربا عشان كهربا يرجع يلعب والزمالك ياخد فلوسه على اقساط لمدة بقى مثلا سنة ولا اي حاجة يعني whatever. لكن حاجة غير كده، وان الزمالك لازم هو اللي يبدي موافقة بده، لكن كل واحد يعمل اللي هو عايزه كده ويقول الكلام اللي هو عايزه ويضحك على الناس. طب انا في النهاية ايه الهدف؟ يعني ضحكنا على الناس قبل كده في موضوع زيزو، ضحكنا على الناس قبل كده في موضوع اشرف بن شرقي، ضحكنا على الناس بعد قبل كده في مواضيع كثيره جدا جدا جدا. يا جماعه هنقعد نضحك للناس على الناس لامتى؟ وما بنقعد نضحك عليهم والخبر بيطلع غلط، مفيش ولا واحد فيكم بيعتذر. بالمناسبه قبل ايه، عشان انا ممكن انسى في اللايف ان انا اتكلم في موضوع بن شرقي وزيزو. على فكره اللي قال ان زيزو ابوه قاعد مع مسؤولين النادي الاهلي هو مصطفى يونس اللي بيجي على قناه نادي الزمالك، هو صاحب الفكره وهو اللي قال انا عايزه لو راجل يطلع يكذبني. مصطفى يونس اللي قال الكلام ده يا كابتن خالد يا غندور. دي رقم واحد. رقم اتنين، بن شرقي الوكيل بتاعه هو اللي راح بنفسه يعرض اللاعب على النادي الاهلي، والنادي الاهلي وقتها قال الموسيماني، راح موسيماني قال بن شرقي لاعب جيد، لاعب كويس، ولكنه اختيار تاني بالنسبه لي مش اختيار اول. هشوف اللاعب الافريقي اللي انا حاطط عيني عليه هخلصه من فريقه ولا لا، لو خلصته امين، ما خلصتوش خلاص. وبعدها مشي موسيماني وبن شرقي راح اتعاقد مع الدحيل تقريبا او مع الفريق اللي بيلعب فيه حاليا. فادي موضوع بن شرقي وادي موضوع زيزو. اللي قال على زيزو هو مصطفى يونس حبيبكم ويعني اللي بيقعد معاكم بيطبخته بتطبخوا السكريبت اياه وبيطلع يقوله، مش اي حد تاني. واللي عرض على النادي الاهلي هو بن شرقي نفسه لما بعت مره وسيط ومره بعت مره تانيه الوكيل بتاعه، والنادي الاهلي قال له نسال موسيماني، وده اللي حصل بالظبط بالكاف والنون يا كابتن خالد. بس انت بتحب تلوك لوك تلوك لوك، وفاكر ان محدش هيرد عليك، وفاكر ان محدش هيقدر يكلمك، بس احنا هنرد عليك رد اقوى واكتر بعد ما حضراتكم تشوفوا اللايف بتاعنا، ما تروحوش في اي مكان. في البداية يا كابتن خالد فطوطة مسك المقولة الشهيرة بتاعت كابتن الخطيب، انا مش زعلان منهم انا زعلان عليهم. ودي المقولة دي اتقالت على عبد الله السعيد ورمضان صبحي وحسام عاشور واكرامي واحمد فتحي لما انتقلوا بالجملة اربعة منهم لنادي بيراميدز، وقرر حسام عاشور ان هو يمشي ورا تركي الشيخ ويفضل يبعت له رسائل ويبعت له فيديوهات، انا عايز اعتذر انا عايز 12 مليون الى اخره، والقصه اللي احنا عارفينها. كان الحديث في هذا السياق، ففي ناس ابتدت من مجلس اداره النادي الاهلي ومن جماهير النادي الاهلي ومن اعلامي النادي الاهلي بيتخذوا الجمله دي على اي حد بيسيب النادي الاهلي عشان الفلوس. ما هو المبادئ ايه يا كابتن خالد؟ المبادئ ان انت تفضل مستمر في القناه بتاعت نادي الزمالك اللي المفروض تستمر فيها. انت لو عندك مبدا ثابت عليه مش مهم الفلوس قد ما انت بتخدم المكان اللي انت شغال فيه، ولكن انت علشان مفيش فلوس في نادي الزمالك ونادي الزمالك فلس، فانت قررت ان انت تنط من المركب وتمشي وتسيب قناه نادي الزمالك، لدرجه ان مرتضى منصور قال لك اصبر يا خالد انت معاك 2 3 مليار اصرف منهم عبال ما اعمل لك عقد. وانت طلعت ورديت عليه وقلت له انا ما معيش فلوس، انا لو معايا 2 مليار هتبرع لنادي الزمالك، هتبرع لمصر، وكفايه عليا 10 او 5 مليون جنيه اعيش بيهم. انت الكلام ده انت قلته. فالكابتن خالد بيتكلم عن مبادئ والمثل. المبادئ يا خالد ان الانسان ما يبيعش مكان هو احنا في عصر الاحتراف، تمام تمام، ولكن لما يبقى عهدك سائل وتبقى ماضي شرط جزائي، ادفع الشرط الجزائي وروح العب في الزمالك، العب في هولندا، العب في كوالالمبور، انت حر انت حر. لكن ما تجيش هناء حمزه تقول ان النادي الاهلي العقد بتاع بنتي لا ده مزور، ده بنتي ما مضتش على شرط جزائي. لا يا حبيبي، ما ممكن يبقى الشرط الجزائي اكتر من قيمه العقد. انت مش مضيتي بمزاجك وقلتي لا ما مضيتش، ومرتضى مشيتي ورا كلام مرتضى منصور، والنيابه اثبتت صحه توقيعها على نفس الكلام، والقلم اللي وقعت بيه هو هو القلم اللي اتكتب بيه البنود وهي وقعت عليه، بس مرتضى قال لها اعملي واسوي وبتاع ومشيت ورا مرتضى ولبست في حيط. وقعت على شرط جزائي
غالي ادفع الشرط وروح العب في نادي الزمالك، انت حر. هو ده المبادئ يا كابتن خالد، ان انت تبقى عندك نوع من انواع الثوابت، يعني مش النهارده تشكر في حسين لبيب وبكره تشتم في حسين لبيب عشان مرتضى منصور جه، ولما حسين لبيب كان موجود كنت بتتخانق وبتشتم في مرتضى منصور. هي دي بقى تناقض يا استاذ خالد او يا كابتن خالد، هي دي التضاد اللي انت شغال بيه، هي دي المبادئ اللي انت ما تعرفهاش لا انت ولا ناديك. يعني لما تبقى انت حسين لبيب تتخانق مع اداره النادي الاهلي عشان ما كتبتش كابتن حسين لبيب، ولما حسين لبيب يمشي يطلع مرتضى منصور وانت في الحلقه نفسها ويطلع يقول لك حسين لبيب الواد حسين لبيب اللي بيلبس بنطلونات اخضر وانت ما تفتحش بقك خالص. هي دي بقى هو ده التخلي عن المبادئ، ان انت بتدافع عن شخص علشان الشخص ده موجود على الكرسي، اول ما مشي الشخص ده ان شاء الله يولع مالكش دعوه بيه، اي حد يجي على الكرسي تبقى انت ايه متولي حمايته ومتولي ان انت تتكلم عليه كويس. ولما اتخانقت مع مرتضى واتخانقت مع ده واتخانقت مع ده مفيش مبادئ ثابته انت بترسى عليها. فكلمه مبادئ مهما انا فهمها لك انت مش هتبقى عندك مخزون او عندك فهم للكلمه ومعناها يا كابتن خالد. ده بخصوص المبادئ بتاع النادي الاهلي. وانت قلت النادي الاهلي جاب مش عارف المدرب وجاب مش عارف، الناس دي عقودها انتهت مع فرقتها فجبناها، زي عبد الله السعيد لما عقده انتهى عندنا اتفضلوا خدوه، رجعناه منكم وحرقنا دمكم ويا دوبك خدتوا معاه صوره ب 40 مليون، دي حاجه تانية. لكن ما تقارنش هناء حمزه ومشكله هناء حمزه اللي قالت على النادي الاهلي ان هو زور عادي وهي عامله شرط جزائي على نفسها، تدفع الشرط الجزائي وتروح ان شاء الله حتى تلعب بالي مسافات طويله، ملناش علاقه. تأدي يعني العقد بتاعها تنفذه ومالناش دعوه احنا، تروح تلعب في نادي الزمالك، تروح تلعب في الترسانه، تلعب في المقاولين، هي حره. اما بخصوص كهربا، كهربا المسلسل البارد البايخ اللي فيه عده اطراف مشتركين. عقد كهربا تزور؟ ايوه عقد كهربا تزور. مين كان مسؤول عن التزوير؟ مجدي عبد الغني ومرتضى منصور، واللاعب وقع على عقود ما فيهاش تاريخ. حتى في احدى اللقاءات وانا جبته لكم قبل كده اعتراف رسمي من مجدي عبد الغني بيقول ان العقود بتاعه كهربا جات لنا بدون تاريخ، جات لنا بدون تاريخ، واي عقد بدون تاريخ لا يعتد بيه. يعني حتى لو في امضى فين تاريخ؟ فين المده اللي اللاعب هيقعدها؟ هيقعد من سنه كام لسنه كام؟ ما انت ممكن تكتب 30 سنه، ممكن تكتب 20 سنه. حضرتك لما بتروح تشتري عربيه مش بتكتب التاريخ اللي انت اشتريته فيها؟ طيب حضرتك رايح تأجر شقة مش بتكتب تاريخ اليوم اللي انت استلمت فيه واليوم اللي انت هتخلي فيه او اللي هينتهي فيه العقد؟ الكلام ده ما كانش موجود واعترف بيه مجدي عبد الغني. لكن عامر العمايرة طلع وقال ان كهربا هتنتهي يعني قانونا، الراجل بيتكلم قانونا، قال لك ايه بقى؟ قال لك ان القانون بيقول ان كهربا هي الست شهور بتوعه اللي تم ايقاف فيهم هينتهوا في يناير، في 7 يناير. النادي الاهلي هيخاطب اتحاد الكوره، ومن خلال اتحاد الكوره هيخاطب الفيفا، العقوبه بتاعت اللاعب الايقاف انتهت، احنا عايزينه يلعب وهنشوف موضوع الغرامه ده، هيدوا له موافقه ان هو يلعب. نادي الزمالك هيعترض، هيقول انا ما خدتش فلوسي، الفيفا هيقول له تعالى انت هتوقع عليك عقوبة اخرى علشان انت ما دفعتش الفلوس لنادي الزمالك، والعقوبة دي ما فيهاش ايقاف، ما فيهاش ايقاف للاعب. ده اللي قاله عامر عمايرة بناء على قانون وعلى البنود بتاعة القانون ولوائح الفيفا، مش كلام من عندنا. دي حاجة. الحاجة التانية قال لك عبال ما يتحرك كهرباء وعبال ما تتحرك الفيفا ولجان الفيفا والكاس هيبقى فيه اللاعب هيلعب له شهرين ولا شهر ونص مع النادي الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه الفيفا قرر ان الموضوع ده يرجع لنقطه الصفر مره اخرى، ده بناء على كلام انا ما فهمش في لوائح فيفا ولا غيره، ولكن انا بقول لكم الكلام اللي اتقال. فهيبقى في سجال، وقالوا قلنا وراحوا وجم ياخد له مثلا كهرباء سنه تاني يلعب فيها ودون تسديد الغرامه هيسدد النص وممكن تبقى على اقساط. انت بقى عمال تقول ان النادي الاهلي رافض ان هو يسدد الغرامه، ورافض ان هو يمد ايده لمرتضى منصور، ومرتضى منصور قال ان الغرامه ممكن يقسطها، وكلمه التقسيط دي او الكلمه النهايه لمرتضى منصور. ريح نفسك، النادي الاهلي مش هيدي لمرتضى منصور ولا جنيه في ايده.
ريح نفسك، النادي الاهلي هيدي الفلوس في البنك بتاع مصر اللي محجوز عليه من قبل ممدوح عباس، عشان بس ايه تنهي القضيه دي ويعني تخلص منها. بس احنا بنطالب اداره النادي الاهلي، احنا عايزين كهربا في الملعب، كهربا يدفع الفلوس، النادي الاهلي يدفع الفلوس، الرعاه يدفعوا الفلوس، يعملوا له مثلا حمله اعلانيه كبيره لكذا شركه او كذا منتج، المهم الفلوس تتلعب تتحط في البنك المحجوز عليه، وكهربا نشوفه في الملعب علشان يرد فعليا على الهبهبه وعلى الهوهوة اللي ليل ونهار بتتقال عليه. احنا عايزين اللاعب يأدي ويلعب في ظل ان كولر مقتنع بيه اقتناع تام وشامل، فاحنا عايزين نشوف كهربا في الملعب، وعايزين كهربا يعني يخرس الألسنة وخلاص بقى عشان نقفل الكتاب، عشان ما يبقاش فيه كلمة يقولوها كل شوية كهربا راح كهربا جه كهربا عمل كهربا سوى، فاحنا عايزين نخلص من الهم ده علشان الناس دي ما تلاقيش مواضيع تتكلم فيها وتهري في اي هرب، ويرجعوا بقى المواضيع الساعات، رجع الساعات يا خطيب فين الساعات، الكلام الفاضل اللي انتوا عارفينه. فاللي احنا عايزينه من اداره النادي الاهلي انها تتحرك تحرك جاد ونشوف حل لموضوع كهربا، حل نهائي علشان يبقى ايه نقص لسنه اي حد يتكلم على النادي الاهلي في هذا الشق. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.